التكريم مطلوب علشان الواحد يشعر بقيمة ما يعمله، يعني رغم أنه كل، أو خلينا نقول مش كل الناس، معظم الناس اللي هي بتؤدي بإخلاص مش مستنية التكريم. لكن خلوني أبدأ مع الدكتور مصطفى، ويمكن الدكتور مصطفى رواد السوشيال ميديا عارفينه كويس جدا، لأنه عفوا تبادل انتشرت صورة للدكتور مصطفى وهو يحمل طفلا مريضا يوم العيد. كان هذا الطفل عايز انه يؤدي صلاة العيد في المسجد، اعتقد مسجد الحسين، مش كده؟ مسجد او جامع الازهر. وطبعا الصورة ما كانش ظاهر، زي ما حضراتكم شايفين الصورة ما كانش ظاهر فيها وش الدكتور مصطفى، لكن طبعا رواد السوشيال ميديا يعني جعلوا هذه الصورة بمثابة أيقونة، وانتشرت انتشار كبير جدا رغم انه وش الدكتور مصطفى يعني ما كانش ظاهر، وكان رافض انه يظهر لانه ما كانش عايز يعمل من هذه اللفتة الإنسانية الجميلة، ما كانش عايز يعمل منها شو، عملها بشكل إنساني بحت. ومن يومها دكتور مصطفى رافض الظهور الإعلامي، عشان كده أنا يعني مقدر وشاكر أن حضرتك يعني جيت لبرنامجنا وظهرت معنا. برحب بحضرتك مرة تانية، وعايز أسمع كواليس هذه الصورة لو سمحت لي. برحب بحضرتك يا أستاذ عمر. أولا أنا يعني بشكر الدعوة الكريمة لحضرتك اللي دعيتنا ليها. واولا التكريم النهارده كان وسام على صدري. اولا انا اعرف بنفسي، انا طبيب مقيم جراحه مخ واعصاب، طبيب مقيم في عف الاطباء، هو طبيب لسه بيبتدي حياته، انا عرفا في جراحه مخ والاعصاب بقالي 3 سنين في المهنه. بحكم عملي كطبيب مقيم ان انا بلاصق للمرضى دايما، ملتزم بعادتي في المستشفى على طول، متابع لاحوال المرضى ليل نهار، متابع لعلاماتهم الحيويه، اي تغير في علاماته الحيويه، اي حاجه خاصه بالوعي بالنسبه لنا كجراحه مخ واعصاب من الحاجات اللي بتبقى الارمنج. بنستقبل دايما احنا الفيرست اسسمنت او التيم اللي بيقابل حالات الطوارئ في اول دخولها للمستشفى. فبحكم عملي كطبيب دايما المرضى بالذات لهم كلوز ريليشن معايا شويه، علاقتهم بتبقى بالذات المرضى اللي بيقعدوا فتره طويله جدا في المستشفى بيبقى علاقتك بيهم تصل لدرجه علاقه خاصه كده، مرتبط بيهم. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنقعد فتره مع المرضى بالذات اللي بيقيم فيهم في المستشفى، بنقعد فتره معاهم اطول فعليا بكتير جدا من الفتره اللي بنقعدها مع اهلنا، فبتنمو بيننا وبينهم روابط جذريه. حتى بعد ما المريض بتشافى وبيتعافى من العلاج بيفضل بيننا وبينه جسور تواصل، وبيفضل العلاقه موجوده. المشهد اللي هو ظهر على تداول على الفيسبوك محض الصدفة، أنا اكتشفت أن هو الصورة ظهرت في يوم العيد بعد ما الصورة كانت انتشرت جدا، حتى أنا ما كنتش يعني مين صورها؟ أنا ما عرفتش الصورة، حد صورها إلا بعدها بتاني يوم أو تالت يوم، حد قال لي الشاب اللي صور الصورة كان اسمه أستاذ سيد حجاج، هو كلمني تليفونيا، هو شخص جميل جدا، واللي قال المشهد شدني، وأنا كنت بقول لحضرتك أنا المشهد كله عفوي جدا، واضح مين يرفض إنه يعني أنا لو ليا طفل ماليش علاقة بيه خالص، ويعني صمم إن هو يروح معايا صلاة العيد وأنا بصلي العيد، فأنا طبيعة كده تلقائيا بجزء إنساني طبيعي لازم هاخده معايا يصلي العيد، وقدامي فرصه ادخل فرحه على قلبه، طبيعي لازم اعمل كده، دي حاجه واجبه بحق الانسانيه قبل ما يكون حق المرض. انا علاقتي بالطفل اسمه ايه؟ اسمه ياسين. ياسين انت كنت رافض ان هو يروح لوحده علشان كنت خايف؟ هو القصه كلها ان ياسين انا علاقتي بيه قبل المشهد ده ب3 شهور، مقيم في المستشفى قبلها ب3 شهور، ومره اتنين تلاته يدخل عمليات وانا اكون المتابع له طبعا مع زمايلي اللي موجودين، وان احنا دايما حاطين عينينا اندر سبوت على طول، لان كان حالته في فتره من الفترات كانت حاله من الحالات اللي احنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا واحنا بنتابعها، لان خايفين في اي وقت لا قدر الله يحصل في حاجه. هو الحمد لله ياسين خرج بره الامان من المستشفى بعد الفتره دي يعني العصيبه اللي كانت مرت دي، بس هو كان بيني
بيني وبين اهله علاقه كويسه جدا. ولما الموضوع موقف صلاه العيد هم فتره طويله قاعده في المستشفى وكان بيتمنى يروح يصلي العيد وهي عاد عندهم هم تقريبا ان هم الاطفال بيحبوا يصلوا العيد وذات في وقت النحر والذبح وكده. فهو لما حاجه زي كده وانا لقيتها قدامي واكسسبل وانا اقدر هعملها وهدخل الفرحه ليه، طبعا ما ترددتش اي تردد. طبعا استاذنت الناس اللي كانوا موجودين ساعتها وما ما 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 تخيلش حضرتك كميه الفرحه اللي موجوده لطفل حاجه بسيطه جدا يعني نفسه يعملها وانت نفذتها له. كميه الفرحه اللي جواه كانت زي انا الفرحه دي نفسها تنعكس عليا وتنعكس على زمايلي. ودي مش الحاجه اللي بقول لحضرتك عليها اللي احنا عايزين انه بريد. انا بقول لحضرتك المشهد ده بالذات مشهد هو رغم بساطته ورغم ان هو يعني خد الشعبيه الجارفه، فانا بقول لحضرتك الحاجات اللي هيدن والحاجات الخفيه الاكتر من كده اللي بيضحوا فيها الاطباء، الحاجات اللي محدش عارفها، زمايلنا اللي بيتبرعوا بالدم، المرضى ما يعرفوهمش ومرضى بيبقوا في امس الحاجه ان هم ياخدوا دم، ومرضى اللي بيبقوا محتاجين ماديا ان هو ياخد يعمل حاجه مكلفه ماديا وبيساعدوا الاطباء، وزمايلنا اللي اعرفهم اللي بيعملوا جمعيات عشان خاطر يساعدوا مرضى. الحاجات دي طبعا كلها حاجات من المسكوت عليها وما حدش من الناس سواء زمايلنا الاطباء والتمريض او اي حد مقدم الخدمه الصحيه ما حدش بيحب صحيح. دي الصوره المشرفه للاطباء للجهاز الطبي بشكل عام في مصر، وهذه الصوره التي يعني لا تمحى بواسطه يعني حوادث فرديه من هنا او من هنا، يعني الكلام عن يعني احيانا جشع بعض الاطباء والاخره، لكن ده يعني شيء وده شيء اخر مختلف تماما.